أن النبي عليه الصلاة والسلام طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها. ولو قال قائل كيف وصل النزع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد وكيف عانى منه؟ ولذا ثبت عند البخاري قوله عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله إنا للموت لسكرات، فكيف يعاني من شدة الألم ومن شدة سكرات الموت مع أنه ذكر في حديث البراء الطويل أن نفس المؤمن تخرج كما تخرج القطرة من في السقاء، ومعلوم أن الماء إذا فتح له من فوة القربة من أعلى إلى أسفل نزل بسهولة لا توصف، فكيف يوفق بين الأمرين؟ الجواب عن هذا من وجوه. الوجه الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام زيد في معاناته في سكرات الموت من أجل أن ترفع درجته، ولذا لما دخل عليه ابن مسعود رضي الله عنه وهو يوعك قال يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، وقال نعم إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. ولذا سحر عليه الصلاة والسلام وعانى من السحر ما عانى في بدنه دون أن يمس هذا السحر شيئا من أمور النبوة، وسقط عليه الصلاة والسلام على فرسه، سقط من فرسه فتأثر جنبه وشج رأسه في غزوة أحد وكسرت رباعيته، كل ذلك من أجل أن ترفع درجته وشأنه كشأن الأنبياء أو بعض الأنبياء السابقين. وإذا قال نوح عليه السلام إني مغلوب فانتصر، قد أمر عليه الصلاة والسلام أمته أن يسألوا له الوسيلة، قال فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. الوجه الثاني أن في ذلك تسلية لبعض المؤمنين إذا جرى لهم مثل ما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه إن أصابهم شيء من شدة السكرات فإنه راجع إما إلى رفعة درجة لهم وإما إلى تمحيص ذنوب حتى يقبلوا على الله عز وجل وهم أطهار. الوجه الثالث أن بهذا النزع الشديد الواقعي على النبي عليه الصلاة والسلام يستبين الأمر جليا لعموم الناس من أن هناك سكرات للموت، فإنهم وإن أخبروا بأن للموت سكرات فإنه ليس كاليقين بحصول هذا واقعا على من؟ على الرسول عليه الصلاة والسلام. فيجتمع بذلك ما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام في واقعه من سكرات الموت وما أخبر به عليه الصلاة والسلام حتى يستعد الناس لمثل هذا الأمر. الوجه الرابع أن في ذلك إيضاحا وفي نفس الوقت ردا على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يملك شيئا، فلو كان يملك شيئا لدفع عن نفسه هذه النزعات، فهي صفعة لأولئك الذين يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يملك ما لا يملك غيره. الوجه الخامس أن هذا النزع الشديد وقع في حالة أو في سياق يتعلق بالغلو، وبالتالي فإن من غال في النبي عليه الصلاة والسلام يقال له انظر إلى ما جرى له عليه الصلاة والسلام، فلو كان له من الأمر شيء لرد هذا. ومن ثم يكون ما ذكر في الحديث من التحذير من الغلو يكون من الأمر المحكم من حيث النظر إلى ما وقع بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن حيث ما أخبر به من التحذير، فانظروا إلى التوافق بين الأمرين.